السلام عليكم. كدير بخير ابو سليم؟ كلشي مزيان. احنا في السوق ديال مراكش. كاين تما شويه كاين المنتوج الحمد لله كاين المنتوج. البركه وصافي. البركه وصافي. كاين ثمن بزاف 75 درهم 74 درهم. كله سلعه على وجهها. والبيع الحمد لله كاين كاين البركه. البركه مختص بركه موجود الحمد لله. الريال هاي فيها 200 فيها 200 ديال اللحم ولا 190 هاي تزيده 190 ديال اللحم 190 ديال اللحم 200 ديال اللحم. تعال تعال يا السيد. واش السيد 80 باش خاصه هذا 10000 هذيك وهذه هذه راه 10000 هما النوع ديال البلجيكي هذا على الهبره تاع هما على اللحمه جوره البيمه. شوف شوف كيفاش كيفاش دايره البيمه. هادو هادي وهادي في 700 قال 10 3 المليون و 90000. دابا تشوف على الكاليتي خور. تعال راه كاينين 350 الوحده واحد 3 اخر ما يكون السلعه كاينين لهيه. هادو ب 500 خاص الدعم. الماسوط غالي، العلف غالي، فين غادي نبيع الناس؟ بزاف هادشي راه فايت المعدل. واش اللحم كان داير 1200 ولا داير 1600 في الدار البيضاء؟ هذا من المستحيلات. هاد القامة هذا ابراهيم؟ ودير هاد القامة عليهم 1600 المليح. لا بغى المليح نجيبو له من الخوانة. اسمح لي يا سيدي. ها انت المليح شوف. تبارك الله. هادي راهي مليون و 90 مليون و 90 مليون و 90 شحال نعطيهم اللحم والصير و 50 ريال ديال البطوار؟ تا فين غاديين هاد الناس بالدرويج راه محل والله جات محل. هنا هو البلان. ها تا البقر البقر ولا غالي. الحاولي راه بحال العيد الكبير دابا غالي. صعب باقي شي رخا؟ رخا ديال الله. الله هو اللي رخيها. الله يسلمك. بلاتي نجيبو واحد شويه. كنديرو البقره كنديرو اصلا اللحم 350 الوحده هادي وهاديك وهادي. شوف
ما يجيب شي عام يكون زينون متوش كاملة متوش من التحت هذا 170 ما بقى ما يصوروا فيه ما بقينا احنا ما نصوروا الناس ما بقات ما تصور والألف غالي كلهم يديروا شي حل لينا يديروا لينا شي حل هذوك الرغلة بزاف ماشي كي مرخيش والألف 120 ريال 100 ريال الناس ما كدير والو والكساب باغي يشري وما قادش يشري علاش لا قبل الغلا كاين وحنا كنجيبوا الغلا وكنبيعوا كنبيعوا العافية حتى حنا راه الوقت مشورة شي واحد خاصو شي حجيلات ولا شي حاجة مرحبا هنا خوتي وخواتاتي تنشوفوا التبلي هو صمام الامان لتغذيه المواشي حيت تساعد بشكل كبير وتنقص التكلفه ديال الاعلاف وباش ما كانت تبن بجزيئات رقيقه تيكون مزيان وما تنضيعوش يعني ما تنضيعو منه حتى حاجه وتبن فيه انواع كاين ديال الشعير كاين ديال القماح كاين ديال الفارينه الخرطال الحمص العدس الجلبانه الفصه وزيد وزيد وتختلف التبن من حيث القيمة الغذائية بحال التبن ديال الشعير أعلى قيمة غذائية من ديال القمح وفارينة والخرطال خصوصا الخرفان وتلقاو التبن ديال العدس والحمص أفضل من ديال الشعير من حيث القيمة الغذائية وباش ما كان التبن في الكوري راه البيمة شبعانة بحال يعني بحال الدقيق باش ما كان في الكوزينة راه الخبز في الدار خوتي خواتاتي دعمونا بالاشتراك والتعليق والإعجاب ولا يصلكم الجديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.